احنا كمسلمين خلينا نعترف فيها. انا وياك بديش احكي عن المجتمع الاخر، لو اتصلت علينا السلطات وخلت لنا في شاب جاي من سوريا عمره 15 سنه يريد عائله مسلمه تحتضنه، تاخذه عندك على البيت او انا باخذه عندي على البيت؟ لا، هذه تعود الى ظروفي وظروفك يعني، لكن فيه كثير، لكن عندنا مشكله لانه احنا انا ظروفي باب القضايا الشرعيه والحجاب وغيره، لكن كثير تردد. طب وين بده يروح؟ انا اتصل بي مجموعه الذين يعني منذ مده يعني مؤخرا اطفال يعني يريدون ان يكفوا، لا اقول ان يتبنوا يعني، وان كان عدد كبير من المسلمين يريد ان يفعل ذلك ان سنحت له الفرصه وجد، فهو لا يتردد ولا يتاخر، وقد فعل كثير من المسلمين هذا وكفلوا او باللغه الحاضر تبنوا الاطفال من سوريا ومن غير سوريا يعني. هنا الاخت